حدث في صباح اليوم في مدينة جدة السعودية سيول قوية تغرق وتدمر مئات السيارات، وأعلنت إمارة مكة المكرمة وفاة شخصين بسبب الأمطار الغزيرة التي حدثت صباح اليوم على الإمارة، كما أهابت بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة. وأظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات التي غطت مياه الأمطار.